أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السيد محمد ابن الإمام علي الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. السيد محمد هو الابن الأكبر للإمام الهادي، وكان رجلا شجاعا عالما مثقفا ملما بالأمور الفقهية والاجتماعية والتاريخية والسياسية، ومن هذه الصفات اختاره الإمام الهادي عليه السلام ليكون نائبا له في المدينة المنورة وفي مكة المشرفة، وذلك عندما استقدمه المتوكل العباسي إلى مدينة سامراء. ولد الإمام السيد محمد عليه السلام في سنة 228 للهجرة في مدينة صليا الذي أسسها الإمام موسى الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة. وعندما اشتد وكان قويا ثقافيا علميا اجتماعيا سياسيا، في حدود سنة 252 للهجرة جاء من المدينة المنورة إلى مدينة سامراء لكي يرى العائلة ولكي يلتقي بأبيه الإمام الهادي عليه السلام وبأخيه الإمام الحسن العسكري عليهم السلام. وهنا الدولة العباسية دبرت له محاولة الاغتيال عن طريق السم، فدسوا له السم في الطعام، مما استشهد في هذا المكان الطاهر في سنة 252 للهجرة. وحضر هنا في هذا المكان الإمام الهادي والإمام العسكري لتجهيزه ودفنه، وقبره موجود من قرابة 1180 سنة هجرية، قرابة 1180 سنة هنا موجود. كرامات السيد محمد كثيرة جدا، كرامات السيد محمد، يأتون إلى مرقد السيد محمد كافة المذاهب الإسلامية من السنة والشيعة وحتى من المسيح وحتى من غير الديانات، من الباكستان ومن ماليزيا ومن الهند ومن أفغانستان ومن إيران ومن دول الخليج ومن أفريقيا من مصر وغيرها، وحتى من دول أوروبا ومن كندا ومن أمريكا يأتون لزيارة السيد محمد عليه السلام. الكرامات كثيرة، منها يعطي الأطفال لمن لم ينجب أطفالا ببركة بالتوجه لله سبحانه وتعالى وببركة هذا الإمام الطاهر. كرامات كثيرة عديدة جدا، الكتب موجودة لهذه الكرامات. والسيد محمد عليه السلام الآن الإعمار في مرقد السيد محمد عليه السلام مستمر من البناء في كافة المجالات، والخدمات تقدم للزائرين من الطعام ومن المبيت وغيره. والسيد محمد عليه السلام يستقطب الزوار، ونحن من هذا المكان ندعو كافة أنحاء العالم لزيارة السيد محمد ولمعرفة هذا البطل وهذا الإمام. والحمد لله الحاج عباس عبد علي حسين أمين خاص مرقد السيد محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. يه سيد محمد كروزا ہے، اور ایک پاکستانی کتب نے ایک شائع کی ہے کتاب، مقرب ذات دکھائیے کہ کتاب جن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کرامات کا، سید محمد کی کرامات کا. اور یہ کتاب ہے جو فری آف لانس دی جا رہی ہے تب سب زائرین کو، اور ہمیں بھی انہوں نے دعا بک عطیہ کی ہیں. کتاب السید محمد يحتوي على حياة السيد محمد من الولادة إلى الوفاة، ويحتوي على الكرامات، وكذلك يحتوي على مراحل الإعمار والبناء وكل شيء يحتوي. ونحن نهدي هذا الكتاب إلى إذاعتكم وإلى الأخوة في باكستان،
وسنهدي لكم مجموعة من الكتب، أكثر من هذا الكتاب مجموعة ستهدى لكم إن شاء الله.